نشرة الأخبار من طنجة 24، أهلا بكم. ستنطلق اليوم الخميس بمدينة طنجة فعاليات الدورة الأولى لأيام الرحلة التي تنظمها جمعية الرحالة لهواة المشي خلال الفترة ما بين 16 و19 من يونيو الجاري. واختار المنظمون لهذه التظاهرة شعار ابن بطوطة منارتنا، وذلك اعترافا بالرمزية التي يشكلها الرحالة ابن بطوطة بالنسبة لمدينة طنجة، وإيمانا بإشعاعه في مجال الرحلة والسفر. وأوضح رئيس الجمعية المنظمة محمد زهير حمان على أن تنظيم هذا المهرجان يأتي في إطار حرص الجمعية على تأكيد حضورها في الفضاء العمومي كجمعية قوية تساهم في إشاعة ثقافة المشي محلياً ووطنياً. وفي خبر آخر، أحبطت عناصر الجمارك التابعة لمديرية المسافرين بميناء طنجة المتوسط أمس الأربعاء إدخال مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة ومنتجات صيدلانية مهربة إلى التراب الوطني. وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك العاملة بمحطة الوصول بميناء طنجة المتوسط للمسافرين حجزت 46,950 أورو وكمية مهمة من الملابس تحمل علامات تجارية عالمية فاخرة تزيد قيمتها عن 426,000 درهم. وفي عملية ثانية، قامت عناصر الجمارك اليوم الأربعاء بإحباط عملية استيراد غير مشروع ل 462 علبة من تصاميم صناعة الأسنان و 528 وحدة من لفافات الضمادات بقيمة تصل إلى 385,000 درهم. وجه المجلس العلمي الأعلى تنبيها لخطباء الجمعة، وذلك قصد الالتزام بالزي والهندام المغربي الأصيل خلال وقوفهم بالمنبر وإلقاء الخطبة، وكذا أثناء إمامتهم لصلاة الجمعة وصلوات العيد. ووفق مذكرة داخلية وجهتها الأمانة العامة لرؤساء المجالس العلمية المحلية، فقد تنهى إلى علمها قيام عدد من الخطباء بمخالفة مقتضيات دليل الإمام والخطيب والواعظ، مؤكداً على ضرورة احترام الزي المتعارف عليه عند أداء الخطبة، تشبثاً بما ذأب عليه علماؤنا كخصوصية مغربية يجب الحفاظ عليها والاستمرار على العمل وفقها. وفي الخبر الرياضي، حسم التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف المواجهة التي جمعت فريق اتحاد طنجة وضيفه الفتح الرياضي مساء أمس الأربعاء على أرضية الملعب الكبير بطنجة برسم منافسات الدورة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وبعد أن أنهى الشوط الأول منهزما بهدف للا شيء، تمكن فريق اتحاد طنجة من إنهاء المباراة بالتعادل مع الفتح الرياضي بهدف لمثله. وعقب هذه النتيجة ارتقى فريق مدينة البغاز إلى المركز العاشر في الترتيب برصيد 30 نقطة، فيما احتل فريق الفتح الرياضي المركز الخامس برصيد 33 نقطة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة. تفاصيل أوفى تجدون على tanja24.com.